الصوت. في الحقيقه عجبني الحال حيت جاوبوا معايا الناس بزاف، ولكن كاينين شي وحدين كيقولوا قائمه زوجات وهذه. لا لا لا، انا مزوجه من 2008، 11 2008. هي كانوا جماعه من الاصدقاء ديالي في الفيسبوك كنديروا الصور، احسن صور، وانا بالنسبه لهذيك الصور ديال الزفاف ديالي كنعرفوا الولد الفرحه ديالو وقتاش كتكون، نهار كيديروا لي الطهاره والبنت هذه كتزوج. انا فرحت بديك الصور، قلت نشاركهم مع الناس. وكاين بزاف عباد الله، حيت راه كان عندي، حيت مؤخرا عندي كاين شي واحد دابا لاصقني كيقول لي راه بغيت نتزوج بيه، كنقول له الله يا ودي راني مزوجه، يقول لي ما مزوجه، كيقول لي راك ما مزوجاش، كنقول له راني مزوجه سير شوف هذا. وانا نيت زدت اكدت باش درت ديك الصور ديالي ديال الزواج، وكاين عاوتاني ملي هضرت معاه قال لي لا لا، قول لي راكي مطلقه. الله يا ودي يا ما هذا ما كي غندير معاك، كي غندير معاك هذاك الشيء اللي كاين. الراجل ديالي تامر حسن الوفائي ابن مدينه، هو ولد المنصوره بحلميه الزيتون في القاهره، وكنا تلاقينا في اطار واحد التغطيه الرياضيه لكاس ديفيز المغرب مع مصر هيليوبوليس، ودرنا مسائل في مصر وحفل الزواج هنا في الرباط، واللي كان حضروا معايا الاخوان بورغون الداودي مشاهب الشيخ زيام عبيدة الرمارة، نقول لك لائحه طويله. كان عرس قابض شكون رجلي، لا 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 رجلي في التصدير وخدام في داكشي ديال التسويق والتصدير وداكشي اللي كيقولوا، ديك الشركه عنده ديال السيراميك خدام فيها. وانا نزيد لك نقطه، علاش دابا حنا عندنا واحد الظاهره اللي كانت هي يمكن عن طريق الصدفه، ماشي عندنا الاخوان ديالنا في الصحافه في القسم الرياضي كل واحد مزوج شي بلاد، فهمتيني؟ حسن مزوج سوريا، شرات مزوج الاردن سابقا، وقائمه زوجات مصر حاولنا ما امكن نجمعوا شويه جمعنا انا كل واحد، ولا كل واحد جمع اللهجه، اللهجه الاردنيه الشاميه، انا اللهجه المصريه، انا مخربقه، انا المغرب الجزائر مصر كلشي دايرته الهضره نتاعي تاع العربي. مرحبا. شوف تقيس لي، تقيس لي في عينيا، كنت عزيز تقيس لي في عينيا وما تقيس لياش قط. القطوط اصدقاء ديولي اللي ممكن يمكنك تخليط نقب بوحدي انايا في هذا الكون ومعايا القطوط، والله ما نحس بالملل ولا بالضجر. كان حب، نقول لك حب وراثي عندي المرحوم الوالد الله يرحمه كيبغي القطوط، كان عنده واحد الديب كيعاود لينا القنفود اللي عندي في الدار الفكارن كاملين الحيوان، عندي الحوت عندي الزواوج، عزيز عليا الحيوانات. انا طبلة دازت حدايا ونكون في الطوموبيل كنحبس خليها تدوز عاد تقولها ما نقيس حتى شي واحد، ناموسه في الدار با ما يديرش فيها الطوكسين، خليها تمشي في حالها ما تقتلوها ما والو. وبقينا على هذه القاعده، انا القطوط صحابي نموت عليها. غير البارح وصقات لي واحد الظاهره، شي وحده عامله فهمت ميناج خدامه عند شي محاميه لهذا الشيء وكتمسح، انا دايزه واحد القطيطه عطيتها تاكل، تقول لي اش نقول لك اش هاد القطوط دايرين لينا، قلت لها شوفي هضري بعدك شويه، هضري بشويه بالادب، هي حسب انا غنمشي معاها في الخط. قالت لي قلت لها الشارع راه ديال الدوله وهما ديال الخط وانت ديال من، انت ديال جهنم سيري بعدي مني. قالت لي لا بعدي مني راه خاسر غنخسر، انا ما عارفش كاينه لا قائمه الاعلاميه لا والو. قلت لها هضري معايا لي الشارع ما تهضريش على القطوط. سكتات ما جات سمعي هضرك، كنت سمعي هضرك كنت غنضربها والله تنضربها الا يمكن ندير شي حاجه. كنرجع اغريسيف على القطوط. ارتباط يمكن القطوط اكثر من الانسان. وي لا نتعامل مع الانسان، واحد الانسان ماشي انسان عنده ما يقول عنده بالصداقه. انا واحد السيد كان خدام معنا انا سيكوريتي ضرب لي القط، جيت عندهم قلت لها شحال كتخلص 1500 هاك والله ما يزيد فيها. قال لا والله ما يزيد ضرب لي القط صافي دي ربي يتلع ودار خطا ومشى في حاله. قلت لها هذوك الناس باك ما تعرفش يا حيوان قط صغير. قلت لي الصب وانا كنفرح ملي كتكون شي مراه دايزه مع وليداتها وكيقولها ميمي، كيكونوا فرحانين ديك الوليدات الصغار، كنقول لها الدراري الصغار عندهم اسي دامور بوغ لو بارتاجي، ولكن كيقول لك صب ليه صب ليه شكون صب ليه صب ليه نصف عاك نوريك النجوم بين عينيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.